أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أيها الإخوة والعليال وح وقتنا ربه يوم والإسكوع اليوم ووح الإسكوع الشعر والإسكوع حسوس وقلبه وقلبه وإنه وحكو أركاء وعقده كفي وماله وقصف اسمه عوين كتابك إلهي سبحانه وتعالى كلامك إلهي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وقد يجينا حريص
يا نور يا علمي يا عافيات يا حكمة يا وحب استغوانا سن إنه قوة وكان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه علماء الإسلام كاملها قرن يتدبا ليه مركي الوحري ماشى ليراه قلعة دمشق ونكي أمريكا مركي أوضن كاعة الشام ومن روك الشام في سوريا لو يقال وماشى الوحري ويوشي لي أرض إيس ابن القيم الجوزي رحمة الله عليهم أجمعين وقت هو الشيخ إنه بهجر القرآن الكريم آخر سكس يتدبر كس تلاوذس وكان قصه لي هذا الأرض قيمة شافوا إليها شافوا ابن المؤلفات أرفع بعض الكتب هذا هو وين قالوا صوت المجلد أفرت المجلد فوليوم أي أنا عربي هو يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت هديها بحال هذا هو وين وعملها وقت بقى أمري واحدة من بحياة القرآن الكريم بآخر صحيح وهذا يسبب أمر يسوع بسبب بحياة علمي يا أخوان بشرع الإسلام صدقه وبيان الله القرآن في السنة ربنا خلاص يتعب عليها ما أنفقت عمري إلا في كتاب الله هذا هو السنة إذا بحياة وكذب مي يقدر مكان معاك مكان يفهم الدكان كتاب الله سبحانه وتعالى وليا مرقى مرقى سورة قيب تيد الغراء حكاخر سورة يوسف سورة لو يطبنا القرآن الكريم جزك لو يطبنا الموجود أيام حن حكاخر ليس المغلسين قيب تيد أنا قبل أولي آية كم إذا أمرنا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نبي يوسف عليه السلام نبي يوسف عليه السلام إيه ولا ليس وحي الأحمري أما كان عين يقصده يشاكله لله سبحانه وتعالى لحظة وحكوشه واحد جوابها واحد دادك سويدينيها دادك فكريه هم الحويدينيها دادك عقلها آياته عجوي دليله برهان دروس عبروي عشرة أي واحد أقول جناها دادك ويدينيا أو درينيا أو ربا عشرة يدرست يعبرة هي بقولها من أول من ودوننا إن شاء الله نحكوها ما هو ذكر أنا ما أقول ذكر كتاب مسوقات لكن أنت أنا عشرة شن قلوب ما كسوق على دونا إن شاء الله تعالى أنت وقت من يسامحه ولكن محكوم مريضيا قلت كتاب الإله سبحانه وتعالى في سودجي إلا تدبر كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إني عقل له إله كتابك في سودجي إني تدبرته وحكو قرأته وحكو قرأته وحكو فهمته وإله سبحانه وتعالى وحي يسمى الدبيه
ودلك بلاهي سوتيج وبني آدم أرادة مطلقاً كتغاً أدونك كتغاً رسالة تنبيس خاتر فرديت من تنبيسي وهي إلهي سوتيج نبي بدل أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام سألوكته نبي إبراهيم نبي نوح نبي سليمان نبي موسى نبي عيسى نبي بدل ألاف رسول الله سوتيج لكن بسوكو به كتابة مهيمنا عليه كل يوم صوته واحد زيادة إلى هنا صوته الكتاب بس فريتا سوني بيه وقرأ إلهي سبحانه وتعالى إن لا تدبر تدبرك معناه الوحوي إلا فهمه الله وقرأ الله روحه لا روحه روح على صوته سيدنا تدبره كو وأنا هرت جعلتها وكرتها قميص وبنيس أنت أو سكوت إذا هنا بركات بنيس أنت عيلة أسي فكر أم بنيس بس كهذا بنيس أفلم يتدبر القول هذا كا بيامي كفر سنة بيامي روحي أفلا يتدبرون القرآن بيامي روحي هاي القرآن كريم كل إنسان يعني ما أخذنا يعني بس قلب يا حب الله أبدون إن أبدو يستون أم على قلوب أقفال كاسو قلوب مركبون تعالى القرآن كنت مفر ومفاجع عليه قف على جيسري سفيا بجيسري سوف قف أكون في كل هنا معني سوف أفروي تاسو تبع لقلق شرق لو إذا أقرا هذا وقت والبلد هو هذا راه وحوفي عن وإله سبحانه وتعالى القرآن الكريم قال لفتي سأقول الشيخ إن فهم يسوع روي هذا بك ما مالتي حبيبي أيلا القرآن كإله سبحانه وتعالى نبي سكوا عليه القرآن الكريم كان لسه بيبيتنا بوحا كل قد هميك لكل ما مالتي هو ما إذا مالتي محمد لدي سكر ومحا وطايا لدي سكر ومحا وطايا لكن حل مصبعت كي حبيبي كل سر بوجه لأن الله سبحانه وتعالى زاد ديوه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أم من هو قانت آناء الليل أنا نهار ومكرر آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل كان عمرك علم وهل كان كسرك تعيا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ضمن وضعته آيات عمرك أخذنا يا أنت فرق أنت تضمير بيخان ورسول استشهاد الوسطى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حكوا هذه آيات سبلوا أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة حابك اللي عن حذر الآخرة الحسوسية وقف آخر كم وقع يساس بس يحكي الوحي ويرجو رحمة ربه هنا رجل لي سير حمد سنوات الجينية وقت يدمو خلالين يعني يصوت يدمو قانية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سوى كذا سأوك وآخرك علمك ربطة هنا وإن يكون يسيء آخره يوم حساب الجلاء إن نقطع هذا حقيقة إن أن كفى إيدين آخرة إن حسوس تتبعه وتحزى خطوة وعلم لا يفعل ولذلك أيا إله سبحانه وتعالى أدعو علماء الدنيا وعلماء الآخرة علماء الدين وعلماء الدنيا علم وليه هدف علمها لا
أنا روح أبغى أشتري إله سبحانه وتعالى آخره الدنيا كلها كلهم من حاكم أنا من بقرة وحكيت هذه يوم ما يصير يجيك من هذه يوم حوالا العقل في هذه يوم جاب حكيت هذه وحمد ما علمنا ما حترينا علمي أبغى تعيه وحب يجي كل حرية هاي يا الرغبة في الآخرة آخرة لذلك عود لي فيه ما لك تصح قرب وحرمت وياي الدنيا ملك كذا العقد الحول هذا سلطان كذا وهي هي تصاير القران الكريم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم والنقوة بلينار بالبعوة يستدهب يقول يوم يا فرضه يا جواري يا نور يا ليت قلوه نصيب الله هذا نصيب بسوك الهطان الله بليه واقوة الذين يريدون الحياة الدنيا هو الدنيا كلي علم الجاسسين هو الدنيا كلي بعد سوى شو بيردين هم يعني سوى كذا الله يعني ترى لهم مثل ما موت يا قارون إنه لذو حظ عظيم محمد عليه هو كذا تو الدنيا الدنيا هي آخر علم يرجع كوسا ماي كاسب جواري وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون نبقى نتكلم بها والهوغي حلو بدينه يا إلهي أجل كسي جلاليس يا رب الكيس يوم آخر بدينه يا أيا كولا إسان وحكا أدوم الله إسان وحوالي إلى أن تذكر آخر الحكم وكنت المامي الذين أوتوا العلم ما معنى العلم الأولويين وعلموا وين مفتيهين ليس بالضرورة معنى مرة ظلم وحكى علم الظلم قف عامل ومسلم وآلي وآخر الحكم حراشة القوطة حراشة كيف قال أي كعلم حقيقة بطل كان علم سؤال وحوطة لدينا الدنيا كبيرة أنا كميزات ميوك أرض من هلك كفيري كلو هبيك المركة واصل ذا مجد هديك الأوراق إلى أما هو قالة آلاء الليل سجد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دلو حاجة الدوارد تحرين تذكرها ولو يسو دعواني قفكي قاري سقاري كلا بحري وانا كل بحكرين ولا ليال حكا قاضي كلمة عامة روح عليه مركة الخير لا دني سيد دمي أقولي أدو خير دون أي دمي حمى صنع قد قوي في المستع قاري بجرة KCH 727D KCH 727D
مرك إن شاء الله على هالعيد ده هذا حتى سلام الجمعة ودعاء كنين سلام كورتاية جماعة رجل القناة ده مهم قريبا دين يسلوك يا هلق واختيار معين عن الصواب معين يجي توا ماشي لكن أدوه قبر دائر بسلاه صف كجاه وهو بيحت واضحت صواب حي على صواب حي وهي الدكسية هو البولية قفة كحاموسة حبو قابلها حبو يجلها أدو ما حنيب كثير وهذا حنيبت شو أنا يتوضع كل هذا ما أجرى أسوة مثل لا تبني المسلمين تلو أهل يوم قفك مسلم كأهل يدي سيسكت سكيبا حكو يشتاقي بوس كيس إنا قادة تانا ديني إنا كانت الله شتاة ديني مرة بلغ يعني يا رب يسنى وحياها قلت قارب يسوع عمر يعني أجر كما يدر ملا لقدر يدعي مرة قارب يسوع أنك سنتحاد وحوي القرآن كي يدار الطوع هنا تكرر توقع الإنساء أنك أفراد وحوي لقديسة إلى تفهم تأكي أسرار تيسة القرآن كتابة حتى صورة إلهي وبيري إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون من أبو حليفة اللي هي القرآن كان إلا أمور وعقلي يستوه ولقده إلهي بسرعة أبطعي وإلى أسو الضيلة إلى البرطة تكون فهمته ترجمة هي معنى هذا سكستو أبطعي سكستو إنجليزي لو مفسر أما ترياني لو مفسر أما سواحيل لو مفسر روح أبو مدع عيسى أي عرب الكلمة العربية هي ما يسوى القرآن كان هي وهذا مفسر هو معنى معنيه ما يوصل معنيه ما يوصل هو يحوى لكن القرآن كان مفسر القرآن لم ترجمه كرام لم ترجمه كرام كلمات ده لفظ إلى إلهي سودة جيه أيام ترجمه كرام أو عد كلمة كريمة صلاة واحد أخذ كلمة إلى لبيا واحد كان عارف أهين واحد إلى عبادة بالله فيها وكلمة إلهي سنة سنة جبريل سوق علي وإلهي سوق علي وجبريل سوق علي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ها يا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما قال هذا بلسان عربي مبين كاسم أي كسر دكتور الصمد كتبت من آدم كف أمين ولا تفاعل ولي وحي كل إحجرها يا وحوين بي وحوين حوال كيف أمين سألك وحوين تأخذ له إيوم إلى مقالة وتطبيق مراك إن غريب الله الله أعلم مقالة خصوصا أتكلم خصوصا قفت لها أكدر النبي أكدر وليش بكتب كتير لم يكن أكيد أدين 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 أقول جدا لإيلاف قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم قريش ثم كما أن ليسوا هذا أدين بقصة أطعم معنا قلت إبرادة أدين بقصة أطعم درس قد أقول بقصة الله ويركز بجور ميركز بجور أنا ما أبغى سورة يوسف. سيكون هنا لو تسورة على تسي والله فسر التفسير كان في كل ليس هنا. سورة مكية مكية يوسف كتير. سير علماء تفسير كانوا في سورة كتير سورة هود كتير وين الشقيا. وين سورة كتير سنة كي سيرة الرب هي عام الحزن. سنة كي بوجدة نبي عليه الصلاة والسلام أي لما تحاس كسي خديجة رضي الله عنها وهي ركن وهي الدفاع يا يقاشان يا تاجر يا وزير وهو واحد يا يا الخليل حاسك يسي خليل بنت خويل الفضل الله من عائلة هذا بنا هو بنتين أليكيس أبو طالب أرسل بنتين أرسل وها إنك سو مشركين أها وأنا سو إسلام أنا جعل أبوك وليك ويهيو دفاعي أبريش كرتين يا والدفاع وها الله سبحانه وتعالى إسرائيل نبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله دفاعي دي مكان مكان اللي تشوفه وريخ وهلك مارتي ممكن بلونيس مكا سنة كان نبي عليه الصلاة والسلام من القولين وأكيد طائف قال وأكيد كسر قلي وأكيد مارتي سوق بلونيس سنة مكان سوق قلي سنة كاس النبي عليه الصلاة والسلام من القولين سنة أي سورة ضان سورة دكتيسة بلونش ولذلك من المدى وحي الله نبي عليه الصلاة والسلام أيها القصة من السيني نبي عليه الصلاة والسلام أيها وحا إلهي وشي كيين أجيه كسوي كي كهر أجيه إيا نبيين يقولون أجيه إيا وحياني يسوى مرين والنبي يسوى يا نبي يعقوب
يقول لك هذا عيب وصورته كجرة إله سبحانه وتعالى وشكي علوم إلى قف بيسد وصورة يوسف أخرية مجرو إلا وقعف بعضا هذا علوم إلى قف بيسد وصورة يوسف أخرية ما قرأها محزون إلا موفي بيها لا قف بيسد يدوى قرسطس قدس وقمر القرآن قرر المعافى وقل يقوم يطول آيات الله قصة كاملة من كورة ميسا قصة كبلابتي قصة كبلابتي لا يشكي يا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كبلابتي لقد كان في قصصهم عبرة لكل الألباب كبلابتي صبرت طبعا وحول اسم الله تعالى آيات للشاهدين تكشف الدين يحمد يعبر يصبر يعني تقوى الإله من حيث معناها يقين من حيث عفو من حيث صدق من حيث عفس من حيث يعني حنط من حيث بات من حيث علم من حيث سنة إلهية اللي هو قوانين من حيث أمان من حيث وقطرين من حيث معمول من حيث سياسة من حيث معمول من حيث تخطيط إبلاغ من حيث إدارة من حيث وحاسو قلبة سؤال وعند الأجرة شخصيات إيو برسوناليتيز كنترول يا حاكوجرة نبيو حاكوجرة طرعامة حاكوجرة مؤمنين حاكوجرة مشركين حاكوجرة شغالة حاكوجرة مرحواوي حاكوجرة ويرير حاكوجرة فقراء حاكوجرة أغنياء مالغبينا حاكوجرة رك حاكوجرة ضمى وحاسوة رن حاكوجرة وحاسوجرة وبناء في جو عراء حاسوة تسوة تدر وكشف كنسة وقته ونوشي يقوم بمحكاس النساء جوكا سيدوك سورة الوحي كل واحد سورة نبوس وحرسة قدرت إله يتوجيه إله يقوم كاسر إله يقوم مع مولايو يا أوحد اللي يقول لبيه ولنقول له يوسف عليه السلام ولنقول له يوسف سوى ويل يرنع عرق يرنع أو سيدو رشاك وتدو بجربيا تدو بجربيا وعبي سوى شيخينا يا حبيل أبو أكي واحد شريسة سبو أو نبي نقضي وضبط نقضي وأدون نقضي وأدون نقضي وأدون يلي كسي كيكاية قالت ربما أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين سواء أدو يدعى الإله والإمامور أنا كنت في النوري وضدك صالحين تأيه لنسي مركع عليه الصلاة والسلام صلاة أفراد وطوارك هبينك لن يلمي قلبا أعلمي كان كهو وحوله سورة كو سورة وحي دليل متهي حيالا هو وليسلا أشابه صبر قلوا عادي صبر إيوه عافز إيه أخلاق ولا حسن مالك الصبر كما أي سورة آدي آد دليل متهي فإذا يجلسوا معي إلا يجب أن تكريم كأول صبر كأول الله إنه ورنا الله قف بيرا الله أليرا الله قضياش الله نيكا الله حاسكا الله يا كمانا الله ويكا الله تاجكا الله يا شغالا الله قف الله الدنيا الدوسم الدنيا محتوى الدنيا حبا تسوي وإن بلها حمها ومن امتحان يبتلاء 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 جائف يبهن يبهن قاب يمصر يا مناف يا جني وحاصل انسي جني على ما عملت وقوع عليه هذا الكيس الهين الصبر نفط على العيش يا وكانت كانت ولا يمحتو نقول كل سكت لا يمكن ان تنجح نقول كل سكت ان الله شهر ديرا بصبر فإذا يكيس عن ربحة المامينة كو قلت إلى هذا بيجي لحدة صابرين إلا الله مع الصبر طب هذا صبرته بشان إلهي كيس ما بنقول هو صبر كسيس ما بنقول خصال يا برنا صبر يا برنا صبر صبر إلى أكاد يموت الصبر يا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تستعجل عبادك من طلب البداف هي أجر وين إلا الذين صبروا وهذه جهدتك كسر يا الله إلهي سبحانه وتعالى صبر يبقى أجر كيس إلهي سبحانه وتعالى
وحكرارا جنه وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا وحلوسي وصبر طلبات يا قسم قبلت قفك سبب البنيات نبي عليه الصلاه والسلام النصر صبر ساعه قوش وحكاية ساعه صبر طيب نوك ان الهي يكون لي وكما كرسيه صبرك تمكين نوك الودو وورثنا القوم الذين استضعفوا مشارق الارض ومغاربها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا من هو بوشا طريق صبرك وحبك تتقارب وحبكم ام الايا وفق ظلمي وفق مسلمي وقد صبرتي مثلا الى ان تكون صبرتي هذا هو ذكاء كيف تقاطع اسكت عشق وما كان سميسه اما رفع التنطق ما صبرتي يا انها ضعف ضعف ما او قوه قوه صبر قوه يا 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 يعني حتى بني ادم كان يعني ويفهم منه يعني كتاب على الدوار قال قرتين او بعيب بحسين the power of patience the power of patience قوة الصبر قوة الإنسان كان واحد بدل إيه معنى يسعى ما هو واحد بريادة من فترة عامة تفهم وعزيم صبر ورجل بإله سبحانه وتعالى حديث أخيرا طول صبر وإله ما تقطع بو بشارينا يوم بشارينا يوم كوبا لغاية سينا يوم وحوية ولولا آني عفمات إنهم من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تاسع تاسع الواحد وحيالها بصورة أن يكون كوكو تربية يسوسي كودة حديد إذا كفا فايت التفاصيل كيف يجب أن يكون حكم إلى نصيحة أدين النصيحة يعني نبي يوسف عليه السلام ولي ربما مركي وريال أبيس الشيء أبيس الحبيب يا بني ها لا تحصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا يا لكن شغلي هو بحرك نصيحه الاخر يوسف يقول لي الله هو غريب شغلي بحرك يقول لي شو مكا خير انا هاوشي نصيحه يعني ابو ويلك سيسي وحكى له صفات اي بتر بيسا لو السنانت قفكم لو السنانت ودينتيسا إلى الشهر الدنيا في فترة بدل تاي دمر لعك جبر مناسب يا مقع باور فين وات ايلس وات ايفر ان ذيس دنيا باجا حرم وفق الموسى نبي يوسف عليه السلام حبس بالضبط وحبس رب السجن احب الي مما يدعونني اليه هذا وحاشو كاسنا ناقيه بقر هذا اوردر ماشي واحد سويلي يا يعني اولي اللي عزيزه وهي عزيزه تلاقيه هي المجالات هو وينها طبعا غير عزيزها فقراء ما فقراء ومساكين ما ولا غير وزارات هي مراحل هي ما هي وين هي اللي ما بنحكم بها وكل الوقت بنتمر ما عيش وكاسر وحنا نفهم يا ايلا اول هل بدا يا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه بس كان يقول لي ليه سيد لكن يقول لي هذا امرأة عزيزة تراود فتاها عن نفسه يلاشوا لي كان الله هذا وقت يقول يقول وحكا لك مش كيان مجتمع علينا هو يعني سوسايتي بلو سوسايتي يعني الصريع هاي سوسايتي وحكا لك شكوه ما شكوه هو بضم طايب إبراهيم سامي إبراهيم سامي إبراهيم سامي إبراهيم كاسم جاليه إبراهيم سامي تسكع وحاجة كله كله ما حصل شكل برد يا سامي ولذلك امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شقفها حبا إنا لو نراها في ضلال مبين وهذا الثاني سن ضلال مبين مركب إلى الكيانتين ما حد كعما يتبقوا سن إلي قرأت إلي قرأت سوق مشخوصة ها؟ وحيانا تلقى ربتين ذكرة من الله وحيانا أنا أبو عزوم أنا أبو قيقى قيقى أنا أصاب قيقى مركب سوق كاشات وحيانا ربي السجن أحب إلي ها مما يدعونني إليه هذا لا يفهم يا إني إن بغروا إياه كم من هي أي لطوة يا محا لأنهم هل من فرد كبروا إليه
مما تدعوني إليه مودي هناك تقريب إلى ربطه ما يا إلى الدولي لكن إلى رمان وكا إلى أن يعبد بالي وحبسي أحد ورنيا إن تقول إلىها أصبر إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه ها كيدهن ما كيد 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 يا معه كيدهن مركزنا قفك الدين تيسا وحول الكوين دين تالي لاشو حولة لعقت مرة وحاس لشيء وحبك مجلال وحكى رب البركة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو من يتسامح نبي يوسف عليه السلام ولا عليه يسمع والبوء كيستين وقبعة أدره بالعفو لا تثريب عليهم عارسل إلهي مغفر لكم وآرم أدر مقبال من عاصم عاصي هدان هذا يوسف أدقنا حنوك يعورك أدقنا أنت إلا يا رب وليس أوه كم بالي سنري من الله ما كان في عندي ما كان في عنايسة سؤال الله حتى الله دارك الله ربك ما أنا أدقنا دار قفا ما في عنا عاكي ما في عنا لي حبوب المياه اللي أحبار ربطا يا ربنس كل واحد كل بيسا من يا ربنا انت كما كيف سيس والله يبنى لو تسيح أنا تسيح وهم يا إذا كان مارتي وحالي واحد يقول قلت بس بس مين سالي مرك أساس أخذ كأي حسانك وقف في عيني سوف أستغفر لكم ربي يعني نبي الله يعقوب وينجي سؤالك يوحي سميني بل سولت لكم أنفسكم أمرا ومتنى إسراء قلية وحي شيء يأخذ عين ساسي تهمو من عيرين وريك مصاري أي الله قد قال من محب السن ما أخذ مصمين يا صبر جميل أرغب كنت لي أمانة الإحسانك هذه يجي ولا يا رب الله يتصبت اسم أبراهان تاسك سورة وحين لقى يعني سكوا من مركي خلاطة من أحسن أمر سكوا عفو لقى عفيس كأي تسالم هاي دمع سلانتي ولا يجي صبر كأي لو صنعت وحاس من أمر فرز التقوى هذا نبكي كأي وحي نقل ربيسا ونقل ربيسا وعاقبنا لنا تستيق يا إذا يحنط علي حسد كان يا ولا نيم يوسف ولا نيم يسرع إلى أن تسرع بريه هذا أي حسدي يا يوسف هو حب إلى أبينا منا ونحن نصبط نقتلوا يوسف إيه أنا هي سير حسدي سوى حسدي حسدي يوم نقضي يسرع إلى أن تسرع بريه خيانة إلى أن شئني ما نكسر إيه بشغل إن الله لا يهدي كيد الخائنين وقاعدة سورة الإنجيل الله لا يهدي كيد الخائنين خائن إلهي سبحانه وتعالى أنت سبحانه وتعالى بات إن المطار إنه صادقون لا ظلم إلى من لا يفلح الظالمون شكرا سورة الإنجيل حتى يو عبارة الروس الشرق قالها يتذكر حضر العدادة والسرقة والفساد في الأرض فساد من تبنمه أما يعني بعد وقرعه أما حضر اللي هنا أما قطعه قلت وصل حولها الدولة يتذكر قلت إلى حولها الدولة وعلى قليها تذكر قلت بها لها ما الدولة الدولة يضو حما محي ركتها ما تقع حما الدولة محي ركتها الدولة وقطك إلى القواه واحد دولة إلى رسل الله مرقى حولها وحوية ضدك عليه وضدك عليه وهذا مرقى حولها قلت عليها public funds أما public money أما هذا private money أما private wealth أما private funds وعليها ملكي خاص ملكي خاص في الوضع أما حولها في قابل ليه عبد الرحمن علي شبكي زكاب أحد أما بحيسي بقى قال أما تفاكي سلطر علي هل سرقة سرقة خاصة يا سرقة عامة تدفع كركة تدفع وضعها وهذا مثلا خسرة الوجود يدعو لها تدفع سرقة كنت إيهين سرقة مليئة لاتين مليئة شريك كنت مليئة كنت مليئة ما هو حقوة لها ما هو حقوة لها هم تدفع كل خاصة يقعوا لها أو لها هل وقف كلمة اسمها من وفكي حالة تاسقه وكنت ببريه هكذا تو كنت ببريه وحكا حالي
تمني روحي على الفاضي تحت شكي تمني روحي على الفاضي ايه هاي مركا لبضوها وفسها ما هي فسها تطاها في يوسف ولاليس مركا إله سبحانه وتعالى وسبيه كيف كبه صلاح الملكي نبقى نيك بقر كان لقريه ويلك ملاكي سعناتي قالوا صلوا أيتها العير إنكم لسارقون رأوت أن رفتي جديا صعود وحدي توبتي ورحمان حليم يا إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون محام حالي كبوي محالي كبوي محالي كبوي قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم نبع إحساس ليش كمل أشغال يوسف عليه السلام قف وحنا ما قال وارتسال ما قال نكي كنا جالس لا سودية ويسو ولي الوجهتي وفي واحد كنا واحد سودية الوجهتي مركز صوب أي واحد تالله ويش يوسف عليه السلام تالله لقد علمت روح دوته ما جئنا لنفسد في الأرض أنا وما أنا إيمان ذوك أن نفس هذه مصر أو ركبة نفس هذه ما نحن وما كنا سارقين من اللي هندو حلا مكان قفوا حلا ولا فهم ولا مفسد ولا ركب نفس هذه ومن ذل أو ما رحتي بيه سمع على ربي الملح فسهاد صلى أما ذل جسيد أما النسق أما مصق مصق قسطه توقع وحلق دعا ومضع ومضع نرشه وقدمه في سهل ونجاز هنا سيخطرتها أنت وقال ما جئنا لنفسد في الأرض هذا هو أني من حضا يا كلية هذا شيء بيحة ما دروك ودمه في سهل لكن وحلق الدقي إلي بقوله كان يبلد كان ودم في سهل المطعي إلي وحضا حتوين من الوفسيات وانا هنا ودي جاية سنو دا إدريسة جهري يا رب اللي ودي جاية أصلوا إليه إنما أكون من الجاهلين إلهي لقم أجل قال يحضر يوسف عليه السلام يا جاهلي جاهلي وما الله ويقول قويه أقومت حتى حديت هاي أقوان كسبة فأيدوا بلاقا حتى أي تمبران أي عن تمبرنين وأقومت هاي مكفي عيان وأغلفهم لي يا يا اسكب الله بني هلك أمور البنتة مثلا شان أبو حوي فائدوين كان مدروس وغصبا يعني صبرك قصر وحانا غصبا أبوه أبوه تيسا صبره باهية الوالد على أولاده يعقوب عليه السلام بعد دليلها ولقد جاءنا ويلسوا أي حالة مقوشة كان مركي هرن يوسف أي ما يلهي إلى الدلاء مقوشنا مركي تمنى كيلا بعد هذا رقق قاضي لقد جاءنا وفين بلس أولا تنبهم أنفسكم أمرا قلتوا لي واحد سمالي حين يتعي عن في علي لكن تصبر جميل مركي هرن وفين والله المستعان على ما تصفون مركي تمنى وفين عسى الله أن يأتيني بهم جميعا صبر كي يعوي إلهي لبوضي به كيف وين العظم مدى الله ولا أبقى ولا عليه يسمى مصبر يدر ويوجه تصحات لا تقوم صبر يسمى الله أبقى أما أبقى ولا أبقى أن أبقى وغيرا ورنش بعد ذلك بكاسو قاليا سيدو ميشان ولا أبقى أبو هم الأمين أي دين 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 وطفيت الشهدان عين بين كل دين وعب الدين حتى نحن ويدي هني مكي ديكي قبيل مكي يساكير مكي لا تثريب عليهم يغفر الله لكم وانت رحمه فهو رحمه الرحيم مركز اولادك ابصرش اولادك ابصرش وحكى الله صبر المعيز كمل على المصيبه مصيبه لعيسى نبي يعقوب ويلك يسيب هو يقوى ويلك لبال هو يا هذا صبر كسب لي سبتي هذيك انا نرش الحياه سبحان الله كل مسلم ويلك هذه انت اكبر كان انت حاس كان انت اكبر كان انت حوالك ونافع لما تقول على الخط وحيد
الصبر على المصائب. وهكذا وجدت سلوك الصبر على المحنة، محنة الله كما ليس. نبي يوسف عليه السلام قال لموسى وحبس لموسى وفتنته دمى القصر وغربه لنركز وكتبه ولقى عليه وكل كان لقيه الدنيا وقصر وأدو الملك لقصر يا ولا ليس حسنين وقصر يا الملك لمرد يبقي أدو يدنا وقصر ريكو معصبه إلا صبر هو أوي هنا وراجع طاعة قصبة معصية كسبة قدرت إلهي قصبة صدح أصبر وهكذا وجه صبرك يعني بهذه الصورة حتى تطلع إحنا نقولين ونيك هي بلا هاي سياسة ما بقول جوي لواحد ما حد بيا أول إيمان كيسلا أو جل وجه نبي يوسف عليه السلام قلت له هاي إلى أي مدرين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ملكي مصر الرمضة عند النبي صدق وتقيها يمشى الأمر وعلى تجيب وعلى تبيع وعلى تدين تعصنا رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويله فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما إلى ما يوفي الليل أنا ومسلما نفتي الله مركا صبركم قويني وحوي هدير مو امتحان لكن تذكر هذا محاول امتحان يا محاول وفي سنة بطرانا يا سنة لنا الويس كنا تلعب في هذا الامتحان وروح أقول لك في النطع امتحان تهيب يا المرمين وهم زادة الدنيا لنا هم لنا وحني وحويتا الدنيا لنا عمى حقيقة إلى هذا الله أنا ضيب كم دا بطل امتحان بسا وحكرت وكتنا ورايا صبرك ملكي السياسة صورة أيوين بك هندسة نبقى قريك هندسة مصر صوفة قريك هندسة نبي يوسف عليه الصلاة والسلام ورئيس الوزراء أو كالتاعة أما بابا أما برايم نيستر حضر دقوشي أو كالتاعة وضعك كاعة بترمام نيستر أمرك هاي يقول بخزائن الأرض وبلن إستغر زالة بتمويك المالية وبلن حياة عندك وحياة خزائن تاني يجعلني على خزائن الأرض يا أرض مصر إني حفيظ عليم وعقب سنة سأسوق ما والله ما هو الباب وجه العشاء هديه وقال لها هي تذكر مسلمين ترى وكل تعلقة سياسة إدارة معمول كأي مانجمنت كأي فاينانشال كأي بلانينج كأي ليدرشيب كأي هديه وقال لها هي سورة يوسف تد مسلمين ما دام أي وحكومة الإسلام هي سورة داس أخرستا اللي إيرا في الله وحكومة الله وحكومة الله دولة إذا الله ما أمره وليه ما كذي بعد يجيبته أما الله بلا إنجليه أقول لك سورة يوسف بلا دولة ده إيه بيزنس سكول أدرينا نيجاتي أما مانجمنت وأفر وحدود واحد بيزنس سكول أرد بيزنس سكول إيش كتير أورجنايز بلا ليد كنترول Four parts of management, the whole management, consists of those four parts. How to organize, how to plan, how to lead, and how to control. After the Muslim in the news, Alisa. Planning is what planning as well. 15-year plan of the chief. It's a referee or application, applicant, applied day. Maki, what we realize, Nabi Yusuf, as a enemy, he has been, we have a certain energy, he is to the Rasa of Rawaha, he is to the Rasa of Allah, he is to the Rasa of Rawaha of Allah. مركة تضوال السنة أخرى هي الوحيد المحضوب بيرا بيرا تبقى إلى نسو قلوينا
وإن لك هيدية إنت يرقى الله عمق موياه كنسيومين كماهين حالة تسيرنا يا نطكة population of Sudan had 40 million, 30 million. How much grains am I able to buy in sugar? Am I able to buy in interest in that? Into that? If you buy in a lot of grain, in that the ruling of Barbara Yasuku Gilinaya, in the Kalet Wala Kaydinaya for reserve for the next years. Channel of Bacha, what plan has it done? مرة تبصر في الواحد حيو حلو بيرو ربما ما يلو بيرا مليون سوف يقطع سبارة ما كله بيرو لأنه سيستميليات ساسر سمينا وطاية مرة وحي العلو ما هي وحكا ستورة لا ربيقا بوت بلوس أو ستورس كان يبقى حكا إذا تبصر روم العالم وحلل بيريك you cannot plant anything ما هو هنا رزال فيها بقى أبارك فسر يقول بتدوس هذا أبارك في بابينه ولا شيء رواه رسول صلى الله عليه وسلم رواه رسول صلى الله عليه وسلم حلمين ماي بيلا قبل ماي بيحلم سمين ماي بكتب سمين ماي وطاف وتوه يبي يبدي مش ماي يا لما لما عندي ماي لما أنا أدري أقول هي بابين نتكلم شغل ما خسرنا يا رب أمي سياسة فهمينا نقال فهمينا we know what's the politics what is the economics you don't understand anything What kind of ID you have? Maybe him. Yeah. He
He just saw what is his qualifications and what he can do, basically. What is his knowledge? And what is his honest American hater? He was just looking like that. When he understood, he said, "You are with me, you will be my consultant here." And he was in Mata Lukata Aduka at the Rudamo. Yusuf was a foreigner in that country, in Egypt, in Marcus. He was not from that country originally. Not give him any mind. But Bokasu, he picked him up because of his knowledge. When Bakadar has also said, Yani, name of Nisriya, or Professor Abajile, or Halira, Doctor Farouk Albaz. Doctor Farouk Albaz, Allah. PhD, Marcus, we forget the Nasser, 1960s. Shabab, Manuel, Shabab. I can't find a job. Mereka juga jam alih beruk sebenarnya. Mereka juga NASA. Kalau kan mau interview dari NASA, ya mereka. Ayah saya lagi ni si dan geologis ah geologis saya terus tu geologi profesor. Because mereka lulus dari Apollo, nanti 1962 Apollo, tanya lulus dari, ya. Nurka abal aku kudengar, ia melayu aku dengar. Esok hari lagi soal ayo, of expert ya, or expertis dari sini, nurka geologis ya, or ini melayu lagi soal ayo interest ini. Rumah orang kerap kita yang kewe, yang kerap kala ayo dihadiri. Jom, he just applied. Uzk aplikasi pun oke, oke. Walau apa le, walau esok esok, wujudah planning ke. Jadi jenayah, mereka Apollo 1962 dari hakulalah space shuttle bagi semula. Walaupun Egyptian mereka bawa mereka jenayah Egyptian ini untuk kisah mereka faham sekali ini. Mereka nak faham ini. Since that time until he retired, mereka masih jenayah. Ada dua profesor speech yang masuk dia, dia mati expert, dia lecturer, dia pugar yang masuk. Maka, this is one of thousands, thousands, and hundreds of thousands of Muslims. What I learned here, brain drain. Brain drain. يعني, waha maskahdi, alam islami chokti, ayya imta, ayy chokti sita dhatka, waha adi, wastika adi. Pakistanis, Egyptianis, Iraqis, Jordanians, Somalis, so on, so on, so on, so on. Say what you like. Oh, I'm a believer. Scientists, yeah. Doctors, engineers, so on, so on, geologists. All the brain, all our brain, half of it, drained to the West. Why? Because they need the brain. And we need the stupids to feed the bosses. Five and simple. We need the monarchy to fill the positions, and they need the scientists, the engineers, the geologists to fill the positions over there. But Babar Khan, feeling, Sunan Ilahiwa, Babar Khan, or Egypt, Yusuf, he became Yusuf. Alayhisalam. He was not in Egypt at that time, he was not Egyptian. And he put him at the head of this Egypt, in Egypt. And that's why he saved Egypt for the 15 years, for the 7 years of the drought. We have to go back to the Quran. If you need economics, there is in the Quran. If you need taqwa, there is in the Quran. If you need science, the science are there in the Quran. If you need knowledge, there in the Quran. At the same time, al-taqwa, al-khashya, wal-istibar billah, ilahi wa-hirnantis, ya-akhiru, ya-ma'ankele,
يعني تقوى خشيرة يعود الوجه كأنك تراها يوم القيامة ساعة وأركزه ترى النار وترى الجنة وترى الناس وترى الحساب وترى الأيام كيف وحصلنا بالقول لا تهاي القرآن الموجودة وحصلنا في القرآن وحبسوا ختمي إن القف وحكى لأبوها المرك القاركو لا يحتاج من معه القرآن لا يحتاج معه أي شيء آخر. Anyone who has the Quran understands the Quran, he doesn't need any other thing. He's fully equipped. Waqf, diarsam, qawaisam. Ilahi subhanahu wa ta'ala, tawfiq lisana wa fajr. Rabbana subhanahu wa ta'ala, kitab kareem, kala haqqadigo. Rabi'a qulubina, Allahumma ij'al al-Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalal ahzanina wa dhahab humumina wa umumina. Allahumma alimna minhu ma jahilna wa dhakirna minhu ma nusina wa rzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf al-nahar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' bina bihi darajat. Allahumma askinna bihi dhulal. Allahumma irfa'na bihi darajat ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na wa anfa'na bil Qur'an al-azim. إنك على كل شيء قدير وبالجلال الجديد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.